الباترنز بيعمل ايه؟ الباترنز بيعمل ايه؟ مقسم لك جايب لك سكرين شوت من شويه ابلكيشنز لوجن. فانا عايز اشوف الناس عامله لوجن ازاي. طيب جايب سكرين على الفيسبوك كده، لوجن على تويتر كده، لوجن على ابلكيشن فور سكوير كده، لوجن على ابلكيشن مش عارف كده. اه خلاص انا عارف. طب عايز اعمل بروفايل سكرين، فادوس على لينك البروفايل، كان جاي يجيب لي 20 30 40 سكرين شوت من ابلكيشنز على البروفايل سكرين. اوكي فباخد بيوريني سكرين شوتس كتير في المقابل، بيوسع دماغي اكتر. اه والله انا ممكن اعملها سهله، دي شبه دي شبه دي. ممكن زي ما هو بياخد سكرين منها واقول له الديزاين عايز حاجه شبه دي بس غير لي واحد اثنين ثلاثه. فبيكون برضه افكار كويسه انك تبدا من غير ما تدخل في الهسل بتاع الديزاين واللفه بتاعت الديزاين. ماشي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عندنا عندنا ابلكيشن هوريكم السكرينز القديمه بتاعته، وبعد كده نفتحه هنا نتفرج على الابلكيشن دلوقتي بقى شكله عامل ازاي بعد ما بقى ماتيريال ديزاين. اوكي دي مفتوحه معانا، يعني دي احنا لو مفيش اسئله مش هنقول حاجه. بصوا يا جماعه ده عامل كده حلو، لكن هندردش طب ليه هو عمل بالشكل الفلاني، طب مش افضل كان يعملها بالشكل الفلاني، طب ليه دي مش جامده دي. طيب حد يسمع برنامج اسمه تعريفه عن الموبايل ابلكيشن اسمه تعريفه؟ يمكن هو لسه مش شغال هنا كتير، هو شغال في دبي. كلمونا عليه كتير. كتير؟ والله كتير قوي. هو رياليتي، رياليتي بروجرام، عارفين كروت الرياليتي اللي بتاخدها عشان تجمع عليها نقط، تاخدها مثلا زي شكرا زي شكرا بتاع ماكس والكلام ده، او اي حاجه، او ماي كلاب بتاع كارفور او كده. فكل الفكره ان الابلكيشن هدفه ايه؟ هدفه ان انت بدل ما بتجمع نقط بس من كارفور وكارفور بتجمع نقط من مكان ثاني، بتطلع لك على الابلكيشن وسكان بدل ما تاخد كارت والكلام ده. طيب فده شكل الابلكيشن. الابلكيشن طبعا مديها نفس السكرين. ده التوتوريال بقى بيحصل اول ما تفتح، بيقول لك كولكت وريديم وتعمل ايه. ده شكل الكوفي شوبس او المطاعم اللي انت بتتعامل معاها، بيقول لك لو اخدت 9 تاخد دي فري. اوكي لو اخدت 9 تاخد الاخيره. هنا بيقول لك كان يعني واخد السام زي ما تاخد كارت كده من بعض الاماكن اللي بياخد صاب واي مثلا، فانت كده واخد 8 باقي لك 4 عشان تاخد الاخيره. اوكي ده شكل ما بتفتح هنا، دي جايه كل الريستورانتس على كل الفينيوز اللي انت بتتعامل معاها. هنا ده الفينيو واحد فتح السكرين بتاعته، بيجيب لك صوره اسمه ديسكربشن عنه الحاجات بتاعتك اللي كانوا على الماب الكلام ده. ده هنا شات ان انت تقدر تشات مع الميرشنت، انا اخدت كذا وبقيت كذا كنت عايز اعمل كذا عشان يقدر يعمل فيدباك. ده جاست شات مع الناس لوجن سكرين، دي نفس الليست اللي كنا شايفينها قبل كده بس على الماب. تقدر تفلتر بالحاجات اللي على اليمين، عايز بس كاب شوبس، عايز ريستورنت بس، عايز دي سايد منيو اللي بتعمل نافيجيشن للحاجات اللي هنا. هنا بتسكان الكي ار كود لما تخش على حد بتقول له هات سكان عشان تعرف ان انا اخدت مشروبي. طيب بس كده كفايه، تعالوا نروح على الديزاين الجديد بعد ما نفجر ونتفرج عليه. طيب هذا شكل الابلكيشن دلوقتي. هنا المفروض الكلمه دي كلها. اوكي؟
اوكي الانيميشنز اللي هتشوفوها مع هي واضحه والله والله بس الانيميشن شكله حلو هنا كيف فرق مهول بس كده مش كده الله كده تمام بعد ما شفت الحقيقه هو غير البرسبكتيف بتاعه لقى ان مش كل الناس بتستخدم الماب ودي حقيقه بيقع فيها ناس كتير انك تتوقع ان كل الدنيا بتعرف هي فاميليا مع انك تفتح ماب وتشوف كل حاجه عليها ودي مش حقيقه يعني اوكي ميبي معظم اللي قاعدين هم اوريدي ادفانسد يوزرز بس صدقني لو رحت لماما في البيت وشغلت لها ماب هتقدر تعمل كده طبعا ان ماما احد الكاستمرز اللي المفروض انها بتروح تشتري فيه ولو رحت لمعظم الناس يعني انا عارف ماركتيرز بيشتغلوا في الاندستري بتاعتنا في الفيلد بتاعنا الا بس ماب لا كده لو كان يمسك جهاز هيزحلق فهو شاف ان هنا مش محتاجين تكون ان انا اترفع الحاجات من الاول بالمابس فبدا اقسمها دي نفس الكاتيجوريز اللي كانت موجوده عندنا فوق اوكي دي هنا الميرشنز اللي عندي نيو يو كده هشوف بس الكوفي شوبس اوكي لما بعوز اعمل كولكت يعني ايه يعني انا دلوقتي دخلت محل وعايز اعمل كولكت طبعا واخدين بالنا من الانيميشن ان هو ماشي زي الانيميشنز اللي شفناها في الجايد لاين بتاع الماتيريال جايد لاين ممكن نفتح الديزاين القديم ويسمعنا بسم الله الرحمن الرحيم جاستين ممكن نفتح الديزاين هنا انا فتحت السكرين دي هي دلوقتي بتعمل لودينج خلصت طلعت اوكي ده نوبل هو حاجة بالسيميوليت على ايه دلوقتي؟ جيني موشن جيني موشن ممكن تقفل لا لا ايوه اخر واحده دي كده هتجيب الابس دي في ناس فاكره ان الديزاين يعني هو لازم يبقى واو يعني اللي هي حاجه هتبقى رهيبه جدا في الديزاين بتاعه هو الفكره ان الديزاين از نوت ارت يعني في ناس فاكره ان الديزاين هو الفن لا يعني art is not design and design is not art يعني art is part of pure design ممكن تintegrate بشكل ما يبقى as minimum as possible يعني أفضل designs اللي هي اللي هو الديزاين مبقاش فيها complicated جدا بسيط جدا على قد ما نقدر وأهم حاجة في الديزاين هي حاجة اسمها branding يعني focus جدا على حاجة اسمها branding بشكل كبير إن البراندنج مش معناه إن أنت تزوق كل حاجة وتقعد تعمل textures وتقعد تعمل art work في كل حتة انت تحاول بس يبقى الناس ديفاين الاب بتاعك من مجرد اللوك بتاعك من اول مره لو فتحنا حاجه زي قائمه فني حتى لو قدامنا ده يعني ايه الارت اللي هنا؟ يعني ايه الواو اللي هنا في الديزاين؟ ليس از مور بالظبط سمبلستي يعني حاجه اسمها كيس او كيبت سو سمبل يعني تخلي الاكشن بتاعك بسيط جدا بس شكل البراند الناس تبتدي تفتكره يعني حاول تنفسايز الحاجه اللي تخلي الناس تبقى انجيج في الاكشن بتاعك في ناس بتستخدم الكالرز يعني هتلاقي كلها بقى ليه يونيك كالرز زي الغول اونلي على الاحمر مثلا صلات اخضر مونيه البرتقالي مثلا فيسبوك احنا عارفين لون البنفسجي بتاعه مجرد ان هو فتح الابلكيشن بقيت اوير ان هو بمجرد البار بس الباك جراوند بتاعت الكالر بتاعته فعرفت ان هو ده فيسبوك فحاول انت تمبرسايز في حاجات زي كده في ناس بتستخدم كاركتر مثلا يعني على حسب الاندستري نفسها هتلاقي ماكدونالدز بيستخدم الكاركتر بتاعه كنتاكي يعني الـ usability دي في كل حاجة مش بس ديزاين الاب يعني التاني بس انا شايف يعني الديزاين اكيد ارت يعني اكيد فن ولا ايه؟ لا مش ريت ديزاين از نوت ارت ده ممكن ده ارت الحيطة ده انما القاعة اللي احنا قاعدين فيها ده ديزاين ف
البارت من الديزاين بتاع القاره حاطط لك شاشه معينه فيها ار يعني مثلا انت راجل ديزاينر راجل فنان يعني بيعرف يطبع ديزاين كويس دي جمله دي مش صحيحه مش صحيحه هو بارت من شغله الار طب هو الديفلوبر الفنان ممكن هو عايز فنان فنان صح لو هو كان بيعمل حاجه حلوه فقصدي يعني انا اول ما اسمع منه الكلام ده بس انا متفق معاه 100% هو توش قبل كده بس صح انا متفق معاه 100% ليه لان اوكي اي حد بيعمل حاجه حلوه هو بنقول عليه فنان لكن هل فعليا المفروض ان انت تمسك الديزاين وتقعد تفنن فيه توري فيه ذا ماجيك اوف ارت يعني ولا الاهم اليوزر اكسبيرينس وانك تطلع الحاجه بشكل مقبول وبشكل مناسب يعني مش ضامن انك تقعد تطلع رسومات والوان هي دي النقطه هو ده اللي هو عايز يقوله انا ما اقصدش الفن ان هو يطلع رسومات والوان حتى السمبلست ايه بالظبط يعني خلاص احنا متفقين بس الكلمه بس الكلمه هي الديفينيشن لا هي دي مشكله ان في جزء يعني overlap أو ما بين الاثنين فعلا بس زي حتى بتاع user experience وال UI هل user experience وال UI؟ لا user experience فيه part منه هو ال UI تمام؟ يعني user experience فيه جزء منه هو user interface design بس مش العكس يعني مش ال UI هو جزء منه ال UX فمحتاجين نتفاين حاجات صح ال art يعني هو فن يعني ممكن تبقى عكشة وطرحيتها كده زي الراجل كان وزير فيش نشوف حاجات من 4-3 دي وتلاقي روحها برقم زريف تمام؟ هل ده design في مزالك؟ It's art. يعني لو في واحد تاني فنان يعني يفهم ده هيدفع 100 ملايين تمام؟ Creativity؟ ان انا ازاي اوصل الناس للكونتنت اللي انا عايزه بسرعه يعني انا الوحيد السايت بتاع ده هتنجح لي انت؟ الجي بي اي بتاعك ايه؟ لما الناس تستخدم على الابلكيشن يبقى الترانزاكشنز هو ده الكونفشن على كام ترانزاكشن ده على كام واحد فالديزاينر الجامد مش اللي يعملها شكلها حلوه قوي ولا ان كل واحد يستخدم الابلكيشن يقدر يعرف ان هو وصل لفين في حد اليوزر اكسبيرينس انا باخد منك كلام كل شويه بس احد اليوزر اكسبيرينس تست ممكن تعمل ايه؟ انا عايز اعمل على الويب سايت شغال الكاميرا دي على وشه وتسجلوا السكرين بتاع الجهاز وتفتح لواحد من البرايفت اودينس بتاعك الويب سايت بتاعك ومش معرفه الويب سايت بتاعك ما ادوش اي انتدكشن زي ما هنعمل بقى شويه الابلكيشن بتاعك ما ادوش اي انتدكشن ما ادوش الابلكيشن ده بتاع يعني البروجرام زي ما انا قلت له دلوقتي وقلت له افتح وبتسجل هو بيقول ايه بتسجل وشه بتسجل اول ما تفتح لقيته يبص هنا يا نهار ابيض انا حطيت له ريجستريشن هناك او حاطط ايه كونتو اكشن هناك هو ده يبص على اليمين الاول ليه عشان يبص على العربي يبص هنا الاول هنا وصلت انجليزي ونبص هنا الاول فايه ده انا دي وقعت مني قال لي بعد كده بيقول هو بتاع ايه طب يعني خش منين طب فين التسجيل محتاج اسجل فكل الاسئله دي في الاخر المفروض تجاوبي عليها انسى ما تتكلميش سيبها هو بيتكلم وانت قاعده كده فاكره دي الكلام اللي هو قاله وتعرفي ده الكاستمر بتاعي التارجت كاستمر بتاعي اما يدخل على الويب سايت بتاعي بالحظ من غير ما يعرف ده بتاع ايه هيقفله بعد 60 ثانية لأن هو معرفش الويب سايت بتاعي. حلو فدي أحد الطرق بالفعل اللي بتسجل مع الويب سايت. اليوزابيلتي تيستنج ان انت ازاي تعمل تيست الابلكيشن بتاعك في ليفل على الديزاين ليفل الاول حاجه اللي هو الاي بي تيستنج ممكن تطلع تو ديزاينز وده ليفل سوفيستيكيتد قوي يعني لو انت بتعمل حاجه شايف ان فيها ليرنينج كيرف الراجل محتاج ان هو عشان يستخدم الجزئيه دي مش سهله يعني حتى تبقى فيها تويكس شويه اما اول حاجه ليست فورورد اللي هي ليست والتاني اللي حاجه احنا بنستخدمها مش محتاجه يعني بالنسبه للفلو بتاع الابلكيشن نفسه محتاج تعمل له تيستنج ان هو الراجل هيخش بسهولة على الابلكيشن بتاعك هيمشي جو ثرو ات يعني نورمالي مش حاسس بأي مشاكل ويستخدم الابلكيشن بطريقة يعني مش حاسس فيه مشكلة دي اللي محتاج فيها ان انت تعدي على الناس مثلا من اصحابك في تيم الابلكيشن بتاعك يجربوه يعني تشوف الفيدباك بتاعه عامل ازاي في سؤال بس هو دلوقتي احنا كديفلوبرز بنهتم قوي بالكود يعني وازاي البرنامج شغال كويس والكود شغال 100% وبتاع بس الديزاين نفسه ما بعرفش اقول هو شكله حلو او شكله وحش يعني عارف اشوف حاجة اقول دي شكلها حلو والابلكيشن بتاعي شكله لما تطلع فعلا جزء منه وتوري تشوف الاودينس الفيدباك بتاعه هيقول لك بقى ده ايوه انا كديفلوبر اوصل ازاي للديزاين اللي شكله حلو ادي بيس كانز ديفلوبر بص على باترنز نصيحه من ديفلوبر فولو ديزاين جايد لاين
افتح باترن قلل السكرين فولو الديزاين جايد اليو اي جايد لاين ما تكملش ببساطه اسمح لي انا ديفلوبر انا عارف بنيجي بنعمل حاجات شكلها اجل ما يعني مش ان انا هعمل 5000 فيتشر هو ده في الاخر اللي هيخلي الابلكيشن بتاعي حلو اللي هيخلي الابلكيشن حلو الناس تعرف الديزاين جايد لاينز اتعملت فعلا علشان كده عشان مش كل واحد يفهم ايفن الديزاين جايد لاينز از ايفري وير على فكره بالمناسبه يعني يمكن حتى في الشركات الكبيرة لما تيجي تشتغل هتلاقي حاجة سي اي او الكمباني كوربريت ايدنتيتي يعني الايدنتيتي دي علشان الديزاينر بعد كده ما يجيش يبدا ليهم الوان معينة سبيكس لكل حاجة انت لما هتقول جايد لاينز عشان تعمل ابلكيشن اتليست هتطلع ستاندرد كومبلاينس مع الستاندرد جايد لاينز تمام مش تطلع حلوة جدا بس مش وحشة يعني انا متأكد انها مش وحشة يعني طب يشتغل معاك ديزاينر خلاص ايه يشغل مع ديزاينر خلاص يعني ده الكلام التاني هو اوريدي في الجايد لاينز قال لك حتى الالوان علشان انت لو مش عارف تختار الالوان طب هو راكتور من شويه في كومباينيشن احنا بنسميها كالر سكيمر اللي هو في علاقه ما بين كل حاجه في الحياه يعني احنا ما بيننا وبين الاوضه دي في علاقه الكراسي دي مش مخطوطه كده البيبان مكانها مدروسه كل حاجه ليها علاقه يعني البادنج اللي ما بين الاوبجكت ده وما بين الايدجز بتاعت الديزاين ليها ابعاد الجايد لاينز هي مخطوطه كده فانت لو مش واخد بالك من الحاجات دي ومش هتاخد بالك هنا هم اوريدي حاطين ان انت باي ديفولت الكنترولر بتاع المكان الفلاني فالفولو جايد لاينز عشان يطلع بالشكل ده هتبقى الابلكيشن اتليست شكلها كومبلاينس مع الستاندرد وكويسه مش محتاج تبدا بيه الليفل الثاني بقى نفسك تجيب ديزاينر عشان يتويك يطلع حاجات شكلها احلى من الستاندرد ده ليا الفيشن ده اللي هي بالظبط ده اللي هو كان بروحنا نبدا ان حد يدينا مثلا ابلكيشن نقول والله لا ده انت عندك هنا مثلا مشاكل في البادنج في المارجنز يعني مش حاجه زي تكون مثلا في كل في جهاز حصلت ادوميك ايه يعني انت عندك يعني على سبيل المثال اديني ده نانويت ده تعريف قبل كده ودي نفس السكرين دلوقتي بس هنا مكلكع قوي وهنا بسيط جدا ذس سمول ادي حاجه حد يديني ده ايه اللي من السكرين دي هي اصلا جايه من باك جراوند مش اندرويد خالص حد يديني اياها ملاحظه هنا انا رغم ده داخل السكرين دي عايزه يعمل حاجه لو سمحت دوس على الزرار ده اشتري اللي هو باي ناو اللي هي اب تو كارت اللي هي هو ده اللي انا كنت هقوله يعني هنا الفرق هنا فين؟ خدت وقت قد ايه عشان توصلها؟ وقت انا قاعد افكر من اول ما عشان الزحمه فين هنا الكول تو اكشن؟ مش سهله صح؟ اكتر حاجه واضحه لا وبعدين لما اجي اعملها طبعا هي مش واضحه عندكم قوي بس صدقوني هي واضحه يعني اوكي فدي كول تو اكشن لا وبعدين هو كان عنده اثنين كول تو اكشن او عنده اكشن كول تو اكشن بطريقتين عمل في نفس المكان بنفس الطريقه بس انا عندي طبعا مش شرط على فكره يعني ما تقدرش تزين تاجر الناس كلها ده طبيعي طبعا
لكن انك تقولوا الديزاين اليو اي جايد لاين دي اسهل طريقه عندك انك تحصل على هو ما يعملش ديزاين تاني بس ده عادي ده بدال ما ما فيش حاجه النهارده بنقولها لسه بنتكلم ما فيش حاجه بنقولها ده صح بس ما تعملش كذا بص من يو اي من يو اكس برسبكتيف في كونسبت كده بيقول لك يو اكس دونت ديزاين فور ايفري ون يعني مش ليه كله الماجوريتي بتاع الناس مثلا اغلبنا هتحب الديزاين ده فهو احنا هنعملها كده لكن مش لكل واحد كل البشر هيقول لك ده مع كل تغيير في فيسبوك هنا واحد بيقعد يعيط ويشتم في الفيسبوك فمحدش بيبقى بالظبط بيبوظ ليه عشان كده تهاجمه زي هو بيحاول ياخد الماجوريتي يعني هو بيحاول ياخد راي الماجوريتي او يعني تفكير الماجوريتي بس ممكن يفشل ده يعني هي مش فشل يعني عارف انت لما ما يبقاش نجح في الفيديو هي مش نجاح وفشل برضه عايز اديفاين هي كان عندها سؤال واحنا قطعناه لا هو ما كانش سؤال هو كان فعلا قبل ما انت تقولوا موضوع الفرق وكده كنت حابه اقول حكايه ان الفيتشر الاساسيه في الابلكيشن هنا واضحه بشكل كبير عن هنا يعني زي ما انت قلت كده وبالنسبه للجزء بتاع اليوزر اكسبيرينس هو زي ما بشمهندس بيقول فعلا هي مش وان سايز فيتس اول هي دي الفكره في اليوزر اكسبيرينس فمش لازم كل حاجة تبقى ماشية على كل يعني كل رول احنا حطينا كيو اكس يبقى تمشي على كل الناس او هتفت على كل الناس انا بسأل بس الماتريال ديزاين اكسبتد في الاي اس اوعى لسه احنا مش شباب الايفون تحطه في الاندرويد نفس النظام ما تاخدش الاندرويد تحطه في الاندرويد التكنيك نفسه او بص عشان كلامك الماتريال ديزاين هي enhanced experience for the current Android experience هي يعني زبطوا كده الشيفت next shift بتاع زي ما الاي او 7 هو كان النكست شيفت بتاع الاي او 6 و 5 اللي هو بقى فلات ديزاين اكتر بس موس اكتر بيعتمد يعني دي enhancement لتارجت بلاتفورم معين لكن هي لو جيت تيجي تبريك داون دي وتشوف الاكسبيرينس بيزد على ايه المبادئ دي بتبقى طبقها في اي حته بس مش بنفس الشكل يعني بتاخد هو مثلا بدا ينهانس موضوع الانيميشن الانيميشن دي من اهم حاجات في حياتنا وسر نجاح الايفون هو الانيميشن هو هناك بدا يتعامل مع الانيميشن بشكل كبير وهو واخد الاكسبيرينس دي بالمناسبه من ويندوز فون لو جيت تفتح مثلا الكلاينت بتاع ويندوز فون مثلا ميل كلاينت كليك على تاب على مثلا ايميل فبتدي يانيميت من السيل نفسها يبتدي يعمل انيميشن فبدا يهتم ان فعلا الانيميشن تبقى معاك في كل حاجه فانت ممكن تطبق ده على اوتيفر بقى الايفون هو اوريدي كان بينكلود الانيميشن دي بشكل ما ده طبعا بس مش بنفس الشكل طبعا كل بلاتفورم ليها الشكل بتاعها انا بس عايز ارد عشان حته الفشل دي مش فشل خلي بالك مش موفق او يعني عادي بس هو ممكن يعني هو مثلا طب انت ممكن تستخدم ايه كده مكان نجاح وفشل انا مش فشل مش فشل ومش نجاح وفشل خلي بالك في ايفون يوزر في اندرويد يوزر وفي ويندوز فون يوزر في بلاك بيري يوزر في نوكيا وفي عشان في ميجو في بلاتفورمز بالهبل كل واحد ليه الاودينس اللي هو حاسس ان البلاتفورم دي هو معاها وبالنسبه له سهله فكره اليوزر اكسبيرينس كلها ان ازاي تسمبليفاي لان السمبلستي هي خلت الناس كلها تتعامل مع الحاجه دي ازاي تبسط وتبقى كويس في نفس الوقت دي الوساطه الشديده يعني تمام هو ممكن حد شايف ان ده بسيط وتعامل معاه والناس اللي بتتعامل معاه فاهمها بالشكل ده تعال خش على ويب سايت زي امازون او هتلاقي تكست بيج ما فيهوش ديزاين كبير لو تيجي تبص عليه ايه ده حتى الديفولت كالرنج هو الديفولت بتاع البراوزر بتاع زمان كيس ستادي باليوزر اكسبيرينس كيس ستادي بالنسبه لك اليوزر اكسبيرينس ناس تعلم منه كلها في الاي كوميرس هو اللي طلع اليوزر اكسبيرينس يكون ازاي هو اللي ابتدعه يعني يكون ازاي في الاي كوميرس وازاي الكول تو اكشن تكون واضحه وازاي الكول تو اكشن ازاي ادرايف الناس للحاجه اللي انا عايزها بالظبط ان هو اللي يتابع الناس بتاع الناس والبيهيفير بتاع الناس اللي يطلع لهم حاجات ريليتد للبيهيفير بتاعهم مش مهم لو واخد منها اللي هو مناسب ليه انا بتكلم حتى اليوزر اكسبيرينس دي هو علم من بنتعلمه احنا اطفال لغايه ما بنكبر هو طلع دلوقتي كاسم بس هو من ساعه ما احنا اتولدنا واحنا بنتعلم فهي دي اليوزر اكسبيرينس ازاي بتفتح الباب دي الاوبرا شكلها كده دي مش شكلها كده يعني ممكن وتعمل لك الاوبرا باخر باب فوق بس لازم تطلع بسلم مش هتفتح الباب ليها مكان هذا الديزاين تبقى في النص هنا ممكن تبقى تحت شويه والمناسبه اللي بره بيعمل مثلا اليوزر اكسبيرينس دي بياخدوا بقى اللي هو الديسابيلتي بالظبط مثلا عندهم عمل الوان ودول نسبه كبيره جدا ممكن يكون في كتير قاعدين معانا هنا بيكون عندهم عمل الوان النسبه عاليه اصلا فازاي تستخدم الالوان عشان فستان لا احنا كلنا طلع عندنا بقى بعد لا فازاي في الاخر انت عايز الراجل يوصل للكول تو اكشن بتاعتك فانت ممكن تعمل تو كالرز مع بعض يكونوا الفستان كانوا باينين ان هما تو كالرز بس في حاجات تانية مش هتبقى باينة انها تو كالرز في الاخر.
طيب دي سكرين تانية بس احنا لازم نوزع الحاجات دي. طيب باي ذا واي حد يفكر بسؤال بسرعه عشان احنا لسه عندنا سيشن تاني بعديها بتاع 30 يوم 10 ناس بتوع عايز تيجي معانا ليه انت لو قلت الزرار الاحمر انا قال ريتشارد وانا قلت ليس اسمه وانا قلت صغير وانا وصلت شحا سويا شحا حكي لخص يوزر اكسبيرينس ثلاث ايام يعني ماشي سهله بس بالاخر ينفع سوري مش سهله انا اسف ينفع بس بالاخر واحده يا باي واحده مش عارف ايه مفيش واحد اكزاكت أرسل يعني عشان أنا نديل الشركة. يعني هي the way you interact with the industry and machine. مش هديك بقى الشركة. 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 مش اه ازاي تخلي اكسل بني ادم في الدنيا يوصل للي انت عايزه ايوه دي كلها ازاي تعمل اكسبيرينس كويس بس مش الديفينيشن بتاع اليوزر اكسبيرينس يعني انت دي ممكن فيها 20 بارامتر يعني دوت ميك مي ثينك الجمله اللي طلعتها مثلا من حوالي 4 سنين كان ون اوف ذا كيز اللي هو ازاي ما كانش يوزر فروم ذا كينج مثلا اللي هي فورم ذا كينج ده اللي هو ازاي تفوكس على الحاجه اول ما تخش على زمان مثلا لما كنت تخش على فيسبوك او تويتر مينلي كنت بتلاقي داشبورد فيو تختار منه انت عايز تروح التايم لاين كده دلوقتي بتيجي تفتح التويتر بيروح لك على التايم لاين مينلي هو فوكس على الفانكشن اللي انت عايز تعملها الكي فيتشرز بتاعت او النقط بتاعت اليوزر اكسبيرينس كتير مثلا بتاع 30 نقطه ولا حاجه ممكن نبقى نتكلم عليهم في وقت لاحق سؤالين كمان وبعد كده نخش على الابلكيشن بتاع اكس اون هو مش سؤال بس بقول لك يعني لو انا خدت التيشيرت اطلع الايفالويشن خالص انا مش عارف ايه التيشيرت بتاعه مش عارف التيشيرت الاحمر كده عليه اكسبيرينس حلو انا عندي سؤال هو السؤال ينفع الابلكيشن بتاع اليو اكس بتاعه وحش بس اخليه عشان لو غيرت اليو اكس ممكن يوزر ما يعرفش يتعامل معاه يعني هو اتعود على حاجه خلاص اللي يعمل كده فيسبوك لما بيجي يزيد حاجه جديده ويعدل بيعدل بتغيير واحده واحده يعني فاهمني لينير كده تشينج بحيث ان هو ما يفوتش يعني ما يفاجئ كتير ما يتحاولش يعرف يقدر يتصل بيه بعكس دي مشكلتنا في البلد يعني مصر يعني دلوقتي مثلا لو جاي سمول فيلج واكتشفت فجاه ان انت عايز تاخد تويتر مش عارف تاخد تويتر ان هو عدله الطريق من حوالي اسبوع وانا شايف ناس بتوقف على اليمين نفس الحيره اللي كانت انا من كام يوم وانا ماشي بالعربيه مش عارف اتكلم ايه المخرج عمل كوبري جديد بديل خالص بتلاقيه عمل ففكر انت ما تعملش فورسنج فجاه وتعلم الناس ان هم ازاي يستخدموا في ناس ما لا مش فاكر ده الاستاذ اللي يتحايل عليا كل شويه وكل يوم بيتحايل عليا مثلا دخل انا فين هو عارف ان انا في مصر مثلا هو بيستاذنك تحط تاج لصاحبك مع انه عارف هو مين وحط صوته يقول لك مش ده احمد صفر اسمح لي خلينا هو فيسبوك عملها قبل كده بسرعه لما نقل ميجر من داشبورد للتايم لاين انا معاك بس بعد كده عارف ان الفاهم الانتراكتيف معاه ما فيش عملت كده ولا اتقل حبه حبه فعشان كده دلوقتي بيغير جزئيه زي ما قلت لما نقل للتابس فوق في الاندرويد عملها اي بي تيست عمل على بعض الناس عشان يجرب هو مش متاكد هو بصراحه الموضوع ده نفس الموضوع هو تعود اكتر منه هو تعود بس انا واحد من الناس كنت اجنس تماما جدا كنت كارو قوي لو انا دلوقتي قلت له تعالى من الاول هقول لا مش تمام يعني هو تعود وفي نفس الوقت كسب ناس كتيره جديده لان هو حتى اللي بيسال ناخد وقت شويه نتكلم على ابلكيشن يوز كيس في معانا ناخد سؤال كان في واحد من 43 هو حد ممكن يرد مشكله ما شاء الله شايف
فيسبوك اول ما طلع جوجل بلس كان قال انا عندي رود ماب وعندي كل الفيتشرز اللي موجوده في جوجل بس هتطلع انكريمنتلي يعني دي باي دي كده تظهر واحده واحده. يعني قبل كان البنا ده عامل هو ترانسبيرنت تكنولوجي اللي هو مش هقعد احكي لك انا بعمل ايه، انت هتبدا تكتشف وانت بتستخدم الابلكيشن. هذه الفكره. حد يقول سؤال؟ يا ريت تبقى جونيور بس عشان كده ماشي. هو فكره حضرتك لما قلت اليو اكس ده عباره عن يو اي وحاجات ثانيه كتير، كنت عايز اعرف حاجات ثانيه كتير بس هو ما فيش وقت حاجات ثانيه. خلينا نتكلم بعد الفرصه انا وانت بعد ماشي. انا كده هتبقى عايز وقت تبين كام حد يخلص ويقول السؤال. انا هو سيب بادي واي هو خلاص. هو مين افضل السوفت ولا الريجيت سين؟ سوري سوفت ولا الريجيت سين؟ الريجيت سين ممكن انا اديله فيرجن قريبه من الفيرجن اللي هو بيستخدمها جدا واحط في البلان بتاعتي ان بعد كذا فيرجن انا هوصل للي انا عاوزه. هطلع شويه افكار يبقى قال ان هو ممكن يطلع نديله حاجه شكلها قريب من اللي هو بيعمله وبعد نفس الايزو اعوده يعني اعوده. المشكله ان هو كده هيديفلوب مرتين هيعمل لا مش هديفلوب انا بعمل نفس الديفلوب بس في خلال ابديتس معينه انا هوصل لحاجه معينه خلال بلان معينه.